يطالع تمثري الذي يزور كربلاء لأول مرة كيف يحيي المسلمون زيارة الأربعين. تمثري سياسي أمريكي وعضو بارز في إحدى أشهر المؤسسات الدولية الإنسانية الأمريكية، اعتنق الإسلام بعد بحث طال لعدة سنوات. تبين له بعدها إن الإنسان إذا ما أراد أن يصل إلى مرحلة ما قبل الكمال فما عليه إلا أن ينهج طريق الحسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. Welcome. Come and have some tea. Yes, and mostly his. كنت سابقاً كنت يعني بالسياسة وكنت كلش يعني حرك، فأني كنت دائماً أبحث عن العدالة في العالم وديمقراطية في العالم. فقرأت عن الإمام حسين واكتشفت أنه هو رأس العدالة وهو ضد الذلة في كل العالم. أشوف شيء هنا في كربلاء ما شايف هذا الشيء طول حياتي، ولا شايف لأول مرة ولا في أي مكان، وهذا كل الناس كل هالملايين مجتمعة لحب الحسين. إذا كان تمثي قد ترك السياسة من أجل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فماذا نقول عن مارك؟ مارك مايكل مدير لإنتاج أشهر الأفلام الأمريكية ترك مجموعة من العروض المغرية بهدف مشاركة المسلمين في زيارة الأربعين. مايكل يعمل حاليا على إنتاج فيلم يتناول حياة المسلمين في الغرب. سويت بحث عن الناس اللي ثوريين في العالم واكتشفت انه في يعني ناس يعني من افريقيا مثلا اللي كانوا ثوريين في امريكا مثلا مالكوم اكس وفريدريك دوغلاس، وبعدين لما التجأت الى الاسلام دين الاسلام اكتشفت انه الامام الحسين عليه السلام هو كان الشخص البارز في الثورة الإنسانية ولحرية الإنسان. حين تسير في شوارع وأزقة كربلاء ستعترضك مواقف عدة لأشخاص قطعوا مسافات طويلة لتختلط أنفاسهم بأريج مدينة هي الأطهر على وجه الأرض. من كربلاء المقدس عمار الخزاعي، الغدير.